البداية من الأزمة المتواصلة مع دول الخليج، حيث اعتبر اليوم وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني أنه على اللبنانيين إبداء رغبتهم في تغيير سلوك حزب الله. وقبل قليل تحدث السفير السعودي وليد البخاري عبر تويتر فقال إن أحلك الأماكن في الجحيم هي لمن يحافظون على حيادهم في الأزمات الأخلاقية. في وقت شدد وفد من الكونغرس الأمريكي ومجموعة العمل الدولية خلال جولته على المسؤولين اللبنانيين على ضرورة حل الخلافات السياسية والتركيز على معالجة الأزمة الاقتصادية. ولقراءة هذه المواقف ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي علي حميدي. أستاذ علي، أهلا وسهلا فيك. يعني انطلاقا من تصريح وزير خارجية البحرين، يعني برأيك ما هو المطلوب من اللبنانيين كي يبدوا رغبتهم في تغيير سلوك حزب الله؟ تفضل. هذا التصريح يندرج عمليا في يعني في الموقف الخليجي بشكل عام، وهو ليس موقفا مقتصرا على المملكة العربية السعودية، إنما يشمل جميع الدول الخليجية المعنية بالوضع في لبنان والمتضررة من استهداف أمنها القومي انطلاقا من الأراضي اللبنانية. وهذه الدول تعرف تماما أن الاستهداف يتم من خلال وظيفة حزب الله الإقليمية باعتباره فصيلا من فصائل الحرس الثوري الإيراني متمركزا في لبنان. هذه إشكالية كبرى. في الماضي، في السنوات الماضية كما تعرف، كان هناك نوع من التساهل مع لبنان على قاعدة أن اللبنانيين طارة مغلوبون على أمرهم ويرفضون ذلك، وطارة يحاولون أن يفصلوا ما بين الدولة والحزب. أما الآن فأصبحت الصورة واضحة، الحزب هو الدولة، الحزب هو القرار، الحزب هو السلطة السيادية والقرار السيادي والوطني في لبنان. ومقدمتكم في هذه النشرة أبلغ دليل على ذلك، بأنه هذا الحزب هو الذي يحكم لبنان ويتحكم بلبنان. والدول الأخرى سئمت من الموقف اللبناني المتزاكي والذي يحاول أن يدور الزوايا. من هنا مشكلة الرئيس نجيب ميقاتي ومشكلة أي رئيس حكومة آخر يريد أن يلتزم بهذا النوع من السياسات اللي فيها ممالأة وهيك، بتعرف شو كلام معسول. استاذ علي، يعني السفير السعودي قال أحلك الأماكن في الجحيم هي لأولئك الذين يحافظون على حيادهم في الأزمات الأخلاقية، من قصد بالحياديين برأيك؟ يعني مثلا أنا بعتقد أنه هذه الإشارة من يعني قد تكون إشارة باتجاه الرئيس نجيب ميقاتي، لأنه نجيب ميقاتي يحاول أن يقول أنه وسطي وأنه حيادي، وأنه طبعا خطابه مؤخرا وخطاب يقول أنه يريد أفضل العلاقات وبأنه ملتزم بمصالح الدول العربية وبعدم الاعتداء عليها، لكنه عمليا واقع تحت سيطرة حزب الله بشكل شبه كامل، ويحاول أن يلعب على الدعم الفرنسي، ومن خلال الدعم الفرنسي الدعم الأمريكي للموقف الفرنسي أكثر مما هو دعم للرئيس نجيب ميقاتي. نعم. بعتقد أنه هذا يستهدف رئيس الحكومة، وخصوصا بأنه يعني كان منتظرا منه أن يكون أكثر تصلبا وتصميما على الوقوف بوجه هذه الحالة الشاذة القائمة اليوم. أستاذ علي، في ضوء زيارة الوفد الأمريكي إلى بيروت، هل تعتقد أن لبنان لا يزال قادرا على الخروج من الانهيار الاقتصادي والالتفات إلى الإصلاحات المطلوبة؟ يعني هذا هو المأمول، لكن لا يمكن عزل الوضع الاقتصادي عن الوضع السياسي. جزء أساسي من أزمة لبنان هو أزمة سياسية، وانفجرت أيضا في الناحية الاقتصادية بسبب هذا الفساد المستشري وبسبب سرقة العصر التي حصلت للبنانيين. لكن الوضع السياسي لا يمكن تجاهله، ولا يمكن أبدا القول بأنه نترك السياسة للسياسة والاقتصاد للاقتصاد. انتهى هذا الزمن. هذه كانت معادلة سابقة في أيام التسعينات، أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كانت هناك قائمة بهذا، يعني معادلة قائمة بهذا المعنى. اليوم انتهى الموضوع. اليوم على لبنان أن يأخذ مصيره بيده، وأن يقرر اللبنانيون أنه زمن الدولتين والجيشين والقرارين وسيطرة الحزب والميليشيا على الدولة يجب أن ينتهي، وإلا لا قيامة للبنان مع ولو اجتمع العالم كله لمساعدته. أشكرك جدا الصحفي الأستاذ علي حميدي.